اللي وقفنا في الكلام معاه قبل ما نطلع الفاصل عند سؤال نهاوند المتعلق بانتمائك لجيل الثلاثيه، الجيل اللي كان مش بص هقول لك اقل وصف، كان مرضي جدا لكل الجماهير اللي كانت بتتابع كل البطولات اللي انتوا شاركتوا فيها، وانجاز التعبير يعني مقارنه كده بين الجيل ده والجيل الحالي. هو للاسف يعني ما فيش مقارنه، مش هقول ان هنا ده فرق عن ده، لا هو الكره بتتغير والاجواء بتتغير. يعني احنا كنا في وقتنا في 2000 المدربين بيتغيروا بالظبط، في 2008 في 2008 و2010 و2006 قبلها الكابتن حسن كان عامل اجواء كويسه، قادر يحتوي كل اللاعبين سواء اللي بيجوا محترفين من بره او المحليين. اللاعبين المحليين كانوا اضافه كبيره جدا جدا للمنتخب، كانوا عاملين حاله، يعني حد بقيمه تريكا وبركات واحمد حسن وحسن عبد ربه ومحمد شوقي وعماد متعب، يعني كان في مجموعه كده تقيله جدا، عمرو زكي مش عايز انسى حد، ميدو، يعني المجموعه دي انا شايفها مجموعه من يعني قلما يعني جاد بها الزمان، يعني لازم مع كل فتره كده تلاقي في مجموعه كده منتخب بيكون في حاله جيده. حتى على مستوى منتخبات العالم ممكن تلاقي مثلا في جيل كده في كل صحيح. بلد جيل مكسر الدنيا. 2008 2006 و8 و10 كان من الجيل ده، اللي اضاف للجيل ده وجود الكابتن حسن شحاته، يعني كان عنده حس وطني عالي جدا، وكان عنده احساس بالمسؤوليه عالي، وكان عايز ينجح، وكان قريب من كل اللاعبين، وكان بيتعامل معانا كأب مش كمدرب، كان حتى كلامه معانا ننزل استمتع، انزل ما تتخضش، ما تخافش، خش انت، يعني بيديلك دوافع بيحسسك بنمط الشارع او بالحاله اللي عليها الشارع من دعم ليك كمنتخب. ولذلك انا بتكلم دلوقتي بقول لازم ندعم منتخبنا، لانه من يعني المنتخب كلاعبين يعني اكيد بيحسوا بينا احنا يعني كمتابعين ليهم، او ان احنا او كشارع وطني او شارع مصري، يعني ان احنا بندعم او ما بندعمش، لازم يوصل لهم ان احنا بندعم. يعني ما احترامي هم مش ذنبهم حاجه ان المدير الفني بيحط حد مكان حد او حد او يغير اماكن اللاعبين مثلا، ده مش ذنب اللاعبين، اللاعب بيأدي مهام او بينفذ مهام الكوتش او المدير الفني. فانا شايف ان احنا لازم ندعم لاعبتنا بشكل كويس، لكن الجيل الحالي جيل جيد جدا، عنده امكانيات عاليه جدا، بدا اللاعبين المحترفين عندنا يكونوا على مستوى اعلى، هو بس اللي ناقص شويه حته التوظيف زي ما اتكلمنا، وحته ثبات التشكيل، وحته ان احنا نلعب بطريقه تتناسب مع الطريقه اللي اعتاد عليها لاعبي المنتخبنا الوطني. يعني انا شايف ان احنا بنلعب 4 2 3 1 بنكون جيدين جدا، واحيانا مستر كروش بيرجع ليها، يعني واحنا شغالين في المباراه بيلعب بيبدا ب 4 3 3 وبعد كده لما يلاقي الدنيا قفلت شويه بيبدا يلعب ب 4 2 3 1 وبتجيب نتائج ايجابيه كويسه، وبعد كده بيبدا يامن تاني ب 4 3 3. فانا شايف ان هو الراجل مرتبط جدا بالطريقه دي، ومش حابب يغيرها، وحابب ان هو يطور منها. فاللعيبه لازم تتعود على شغل الكوتش. هو يمكن هو في المباراه الاخيره عمل تريكات كويسه في يعني بيعمل زي مثلثات كده على اجنب الملعب، انني مع مثلا عمر كمال مع صلاح في جبهه، وعبد الله السعيد مع ايمن اشرف مع عمر مرموش في جبهه ثانيه، وبيعمل جبهات كده بشكل كويس، بادئ يدي يعني بادئ ثمار الطريقه تشتغل. ولكن في المباريات الكبيره زي كوتوفوار زي السنغال لما نقابل في المباراه الفاصله بالظبط، يعني اكيد لازم احنا يعني مش يعني مباراه السودان مباراه غينيا مش مقياس ان هم دول لو ظهرنا فيها بشكل جيد ان احنا نظهر قدام كوتوفوار وقدام السنغال بشكل جيد بنفس القيمه او بنفس الصوره. لازم احنا نطور، انا كمدير فني لازم اطور انا واشوف الفريق المنافس ده او الخصم بيتعامل ازاي واتعامل معاه ازاي، حتى لو اغير طريقه اللعب لازم انا اكون عندي مرونه تكتيكيه شويه في الملعب ككوتش، مش لازم اكون يعني عندي جمود او عندي طريقه واحده بشغال بيها ممكن ما تتناسبش مع المنافس، وممكن المنافس هو يكون هو اللي لازم انا اشتغل عليه مش هو اللي يشتغل على طريقتي. يعني هو مستر كروش جاي على اساس انه احنا هنشتغل واي حد هيشتغل علينا، لا، في منتخبات يعني فاقتنا شويه في حته القوه، في حته السرعه، في حته يعني عندهم تفوق شويه نسبي، فلازم انت تشتغل عليهم، تعرف نقاط قوتهم تقفل عليها، ونقاط الضعف تشتغل من ناحيتهم. فانا شايف انه لا، لازم مستر كروش يشتغل شغل واقعي اكتر، شغل مرن اكتر،
يعرف قيمه المحطات اللي احنا داخلين عليها الفتره اللي جايه، يعرف ان احنا كشعب مصري رياضي ما بنقبلش غير بالاداء والنتيجه مع بعض. يعني انا مش شايف ان هو لحد دلوقتي الجماهير